بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفه نجلي صاحب السمو الملكيه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفه رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسيه وسباقات القدره. نظم نادي راشد الفروسيه وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 17 لهذا الموسم. وقد اقيم السباق على كؤوس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفه نائب رئيس الهيئه العليا لنادي راشد للفروسيكه وكاس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفه وكاس سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفه وكاس شركه تترسل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقه الرفه بالصخير. حضر السباق عدد من أصحاب السمو وسعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى الملك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثالث إلى أحمد العنزور، وكأسي الشوطين الرابع والخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى حسين الديليمي، وكأس الشوط الثامن إلى جابر رمضان، فيما قدم مدير شركة تترسل جيسون كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة.